التربية الاقتصادية عند الأطفال بسن مبكر تعتبر من الأمور الأساسية لإنشاء جيل ناضج فكرياً اجتماعياً ومادياً. اليوم رح نحكي عن ثقافة الادخار والاستثمار وكيف نقدر ننميهن عند الأطفال. من الضروري أن الطفل ولو بعمر مبكر أنه يكون عنده الوعي عن كيفية استهلاكه أو ادخاره لإدارة أمواله الشخصية. هذا الأمر ولو بعمر صغير ممكن يكون نسبي، هذا الشيء بيتحقق لما نترك له الخيار بالادخار أو الاستهلاك. نحن المفروض أنه نشجعه على الادخار من خلال إقناعه بأنه يقتطع 10% مثلا من مصروفه ويحتفظ فيه بإجة ليراكم إمكانية مالية عنده، لأنه بطبيعة الحال مش لازم يحصل ولا فيه قدرة أنه يحصل على كل شيء بده إياه. لازم يحدد الهدف اللي بده إياه ويقدر يوعى على السعر وأمكاناته الموجودة، وهيك بيقدر يستغل مقتنياته اللي بالإجة ليحقق أهدافه اللي بده إياها بطريقة سليمة وصحيحة. كتير ضروري أنه نترك الطفل يشتري الأغراض اللي ادخر المال كرمالها، وإلا عملية الادخار بتفقد قيمتها بالنسبة له، فما علينا إلا نوجهه بخياراته ليشتري الأشياء اللي بيستفيد منها. إذن شو هي الخطوات لازم نقوم فيها لتنمية المهارات الاقتصادية عند الطفل بطريقة عملية داخل المنزل؟ على الرغم من أهمية ثقافة الادخار إلا أنها ممكن تاخد منحى إيجابي أو منحى سلبي، هذا بيعتمد على السلوك اللي بنستخدمه نحن مع الطفل. إذا كان الادخار اتخذ طابع قسري ونحن أجبرناه للولد على الادخار وقلنا له أنه منخلي هيدا المصريات معنا وهو ما بيطلع عليها، هذا السلوك أكيد حيودي فيه لطريقين، إما البخل أو الهوس بالمصروف. أما الطريقة الإيجابية هي بالإقناع، ويكون القرار صادر من عند الولد وقادر أنه يشوف مقتنياته وكيف عم تتراكم قدامه. بهذه الطريقة بنكون عم نكسبه المهارات اللازمة ليكون عنده تفكير اقتصادي سليم ويقدر يتصرف بأمواله لاحقاً بطريقة صحيحة. من الممكن أيضاً تطبيق عملية الادخار بشكل جماعي بين أفراد العائلة أو حتى بين الأطفال الأقارب. كتير مهم نحتفل ونشجع الطفل لما يقدر يدخر من مصروفه الخاص ويشتري أغراض حتى لو كانت بسيطة. من الأفكار اللي كتير مهمة لتطوير حسن التدبير عند الطفل هو توكيله مسؤولية اقتصادية داخل المنزل، مثل مثلاً أعياد الميلاد. هذا الشيء بيخليه يشعر بالمسؤولية وبالتالي بيأثر إيجابياً على شخصيته. على أمل تكونوا استفدتوا من نصايحنا اليوم، وأنا إن شاء الله بشوفكم بمواضيع جديدة.